اتجوزت. هي امان اختي اتجوزت؟ اتجوزت مين؟ واحد من الحته. ايوه مين يعني؟ ما تنطق يا كمال، انزل قول لي اتجوزت مين؟ جميل خرابه يا جود. جميل؟ اللي كان بيدي حقن ماكسي في الخرابه يتجوز اختي اماني؟ ده ليها حق وفاق تسيب الدنيا وتطفش. يعني جميل دلوقتي نايم مع اختي شقتنا؟ ما هو جوزها يا عم. جوزها؟ ده يوم ام اصلا من يوم غزو العراق. خد يلا يا مجنون يلا. يلا جودة. خد يلا. خد يلا. يا جدع عيبنا خد بس. افتح الباب يا امان. اسمع الله اخوي. ازيك يا امان؟ نورت بيتك اخوي. يا اخويا يا اما. خد جاي يا اما. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. ده يا اماني. تتجوزي المعفن ده وتقعديه في الشقة يا اماني. ليه كده يا عم؟ ده انا بحبك. أمه ابني حبيبي. وحشاني يا أمه. ده يا أماني جميل خرابة يا أماني. أنا اللي خرابة؟ ده أنت روحت العراق وكان شعبها بيفطر كباب، راجع منا وهي خراب في خراب في خراب. يا أخوي يلا بقى الليلة بقى تشوف لك مكان تاني تبات فيه. اطلع بره يالا. لا لا بقى لغاية كده لا. أنا متجوز أختك أماني على أساس إن عندها الشقة وهي بكل حال على بقه عليه وعلى المنتظر اللي جول الدار. اثبت انت وهو وهي وكله يديني التمام. الحقنا يا عم وحظهم. حرامي ده ولا ايه؟ تعالى يا جود اقعد. خش انت كده. خش. وهدي نفسك وخد نفسك، الحكايه مش مستاهله. يلا يا امان طلعي اللحمه والفراخ من الفريزر واعملي لنا شويه صدق. ما تتكلم يا عم مازن، ما اثر انا في حاجه. لا لا لا، ثلاجه بوتاجاز غسالة وكاش. وديك انت جايني بالصدفة. قوم كده افتح الفريزر هتلاقي لحمة فراخ سمك. وقت ما بتطلب معايا بحمر. وهو اللي اتغرب 10 سنين راجع لي وايديه في الكلبشات. ما انا قلت من الاول مش هينفع انا وابن الجزمة ده في بيت واحد. خد خد دي. هات. ويا ابني المجنون يا اخي بقى. وحياة الشراح راح بس. يلا اجري هنا. استغفر الله العظيم يا رب. خد نفسك روق روق. فين يا امان الفراخ اللي قال عليها؟ فراخ ايه؟ قوم يا عم اتكل على الله من هنا. خد السيجاره بتاعتك واتكل على الله. يلا يلا يا مش ناقص. السلام عليكم. خلاص بقى وانت قوم من هنا. قوم نطلع فوق. وانا اللي كنت فاكر هرجع لقيت متجوز اماني. انا؟ تهيألي كنت بتحبها ولا ايه؟ حب حاجة والجواز حاجة تانية يا جودة. الفلوس لما بتجيني بتجيني عشان تسدد جزء من اللي عليا. واحد طول عمره مديون يا جودة. أنا شايف بكرة كويس أوي. بكرة سواد يا جودة. أعوذ بالله يا أخي، أمال في السعد؟ ما يعلم الغيب إلا ربنا. لا لا إلا الله. بس اللي ما يشوفش إنه غربان يبقى أعمى. أنا هسيبك تريح شوية. تريح فين؟ رايح حد حصة جنبك هنا. أنت لسه بتدي دروس؟ مش أحسن ما أدي حقن؟ طب قشطه يعني شغال وماشي معاك. شوف لي معاك بقى 30 40 جنيه اجيب بنطلون وقميص ولا حاجه. 30 40 جنيه دول ما يجيبوش حزام اساسا. هي الفلوس رخصت قوي كده؟ امسك 70 جنيه. تحرجنا والله يا كيمو. يعملوا ايه دول؟ كده يا ماني جميل خرابه يا ماني. وجالك نفس ازاي؟ اختك كسره ال 30. يعني حكايه النفس دي ولا ليها لازمه اساسا؟ قعدت العنس وحشه يا جوده. خلاص بقى ما تزعليش، ابعتي هاتيه بس ما يحششش في البيت تاني. عيني يا اخويا ما يحششش في البيت. او مشوح لك حته لحمه بقالك كتير ما اكلتش من ايدي. من ايدك؟ من لحمتها هو؟ لا اعمل لي فراخ. عيني يا اخويا. خلاص بقى ما تزعليش. قولي لي يا امه
تعرفيش حاجه عن وفاء؟ صحينا في يوم من النوم يا ابني لقيناها هي ولا الواد طفشت. بقول لك ايه، ما تسال عليها عند اهلها. أنا مش مصدقة نفسي يا جوز، بقى بعد 4 سنين تحرش في الجناين والأتوبيسات يتقفل علي أنا وأنت باب وحش. الدماغ اللي معمولة مش طالبة رغي. صح صح، يلا بقى أحضني. إيه دي بس عشان جاي لي ناس؟ أنت دلوقتي؟ آه. أخص عليك يا جودة، عازم ناس ليلة دخلتك؟ لا ده في مصلحة. بقول لك إيه، الدماغ اللي معمولة مش طالبة مناقشة. عندك حق. خلاص يلا بقى بسرعة. بوسني. آه كده. بس الدماغ اللي معمولة مش طالبة بوس. جرى يا جودة؟ إيه؟ هي الدماغ اللي معمولة ولا طالبة شيل ولا حضن ولا بوسة ولا رغي؟ طالبة إيه بالظبط معاك النهاردة؟ شوفي حظك كده، الدماغ اللي اتعملت مش طالبه دخله. ولا اقلع يالا. الله الله الله، هي حصالك؟ اه. ولا تمنيني؟ اه اخصالك يا جوده. قول انا مارا يالا. انا هوريكي الدماغ اللي اتعملت طالبه ايه. اخصالك يا جوده. طالبه غطس. مالك يا حبيبي سرحان في ايه؟ لا لا يا ام ولا حاجه. يا فراخ ده انا بقالي كتير قوي ما اكلتهاش. بالهنا والشفا يا حبيبي. لا ودي فتحت هنا من امتى؟ يجي من 5 سنين كده. اقعد يا جود اقعد اقعد. كذا الشاطئ السياحي واليوميه كام؟ 15 جنيه ده غير البقشيش طبعا. بقشيش ايه يا عم؟ الزبائن كلها شكلهم على الحساب. يا عم انت ولاد حتتنا كلهم فييسه. المهم بقى مين المعلم صاحب القهوه اللي هيحاسبني؟ صاحب الكازم يا عم، راجل من بنها اهو جاي اهو. بالراحه. السلام عليكم يا معلم عبدو. انتوا مين؟ يلا كمان. استنى بس يا اخي، انا كمان قطب يا معلم. ازيك يا استاذ؟ وده جود اخويا وصاحبي اللي كلمتك عليه عشان يمسك الارضيه بتاعت القهوه. هنروح يا ابن المعلم زكي استلم منه المال. ماشي يا معلم. فين معلم زكي؟ تعالى ورا المكتب اهو، خش عليه. صباح الخير يا معلم زكي. انت لابسه ايه؟ لابسه ايه؟ خالص. آه معلم زكي. طب خش جوه. ايه؟ ولا امشي يلا. هو ده المعلم زكي؟ هتعامل معاه ازاي ده؟ يا عم انت ظبطه ولغيه، ده الوارث الوحيد. ظبطه ظبطه، خش. هظبطه ماشي. ايه لابسه ايه؟ بنتي كاملة يا تي 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 يا عسل والله حلوة والنبي عسل 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 عسل. بقول لك ايه؟ اخد حبة مرك؟ مرك ايه؟ طبيط ولا ايه؟ انت بتاخد حبة لب؟ ايه حبة لب. خد حبة لب. بص انت تاخد حبة لب وانا اخد حبة مرك، حبة حمراء وحبة خضراء. ازعز انت بقى. طبيط؟ اه انا عبيط. وده اخر النهار حاسبه ازاي بقى؟ يا عم جوله تعالى معانا، انت هتغلب. لا غيب الطريقه، حاجه رشيشه بنص جنيه، اي حاجه سخنه بجنيه. والحاجه الساقعه؟ مفيش هنا حاجه ساقعه. ليه؟ الزباين بتضرب بعضها بالازايز. جبت لك يا عم اقول لي شيل عنك الارضيه، تعال. الله يجيت في وقتك يا عم، ده انا عندي مشوار. خد البس. ماشي يا عم. سلام يا سلام. مبروك عليك المرياله يا جوده.
ايوه جاي. انت جبت الوقت منين يا حنفي؟ ما انا جايب قصادك بالكوتشينه. لا انت حرامي يا حنفي. انا حرامي؟ انت كل مره تتغلب وبوله هتدفع المشاريب يعني هتدفع. انا الطلاق ما هدفع حاجه. عليك الطلاق انت دافع ورجلك في رقبتك. ولا ايدك يضلع تعالك يا كداب ياد ولا تعرف تعمل حاجه. ياد انت بق. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه يا عم ده؟ لا ابو كباتن ده ينفع كده؟ لو سمحت المشاريب بكام؟ 3 جنيه. طب وتقتل صاحبك عشان 3 جنيه؟ قتله عشان هو بسجاره في حاجه؟ لا 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 حقك عليا. حاسبه قبل ما يفرفر. ماشي يا باشا. هم دول الفييسه يا كمال؟ يا كمال شغال يا عبيد. ماشي يا معلم. وعندك واحد قديم وغساله. السلام عليكم. الله مين؟ سبحان الله. لا لا جوده حبيبي انت لسه عايش يا جوده. تصدق وتؤمن بالله؟ لا لا الكل كان بيقول انك مت وانا قلبي كان بيقول انك عايش. الحمد لله بالسلامه يا حبيبي. طمني بقى مفيش اخبار عن وفاء والواد؟ مفيش اخبار ازاي يا راجل؟ ده خلوال هالكرسي هاي. اقعد يا جوده حبيبي. طب رايح بالي بقى. الله يريح بالك. هم فين؟ وفاء في الكويت دلوقتي بقى لها فوق عن سنه. بتعمل ايه في الكويت؟ بتشتغل في التطريز. ما هو بعد ما جالنا خبر موتك يا جودة والله زعلنا عليك. المهم اتعلمت بقى اخويا التطريز وبقت تعمل بقى الفساتين بتاعت الافراح الغاليه قوي دي. طب معاكش تليفونها ولا عنوانها ولا اي حاجه؟ والله من وقت للتاني بتكلمنا عن محمود وساعات على الموبايل بس ما بيطلعش رقم يا اخي. بيطلع كلمه له كلمه. طب الواد معاها؟ الواد معاها. امال هيروح فين؟ امال هي بتعمل كل ده ليه يا جوده؟ ما هو عشان الواد. ريحت قلب ربنا يريح قلبك. دي هتفرح قوي قوي يا جوده لما تعرف انك عايش وانك رجعت مصر. يا رب. هتسيب السماعه من هنا وعلى اول طياره من هنا. دي بتحبك حب يا جدع. بس انت صحيح عايش يا جوده ولا انا بتهيألي؟ لا متهيألك. انا بقول كده برضه. ده عجلات دماغهم فسيه. يا جودة اصحى يا جودة. لا ويابا ايه في ايه؟ ابوك يا جودة. ابوه ابويا ماله؟ مات تاني؟ الحكومة حطيت التربة على دماغه. ليه؟ عمل ايه وهو ميت؟ قوم اخويا العيلة كلها بره. عيلة مين؟ عيلتنا يا جودة. عيلتنا؟ واحنا لينا عيلة؟ ايوه عمك سعيد وعمتك جمالات وبناته. انا عمري ما شفتهم. ما هم كانوا كل مرة قبل كده وانت مسافر. يا خرابي. السلام عليكم. ادخلوا يا حبيبي. حبيبك مين يا عم؟ وانا اعرفك. الدنيا تلال يا اخويا. بس بقى يا اخوان. في ايه؟ انت عمتي صح؟ نفس مناخير ابويا ودقن الله يرحمه. ربنا يرحمه يا اخويا. ربنا يرحمه. خير يا عمي؟ الجواب ده جالي من المحافظة. ولك لازم تاخد التربة في الايام دي والا اللوضة هسوي العب بالتراب. اخد التربة ليه؟ هي التربة دي مش ملك؟ ملك طبعا. دي بتاعت جدي اللي هو ابو جدك. ما هي ملك هيدوها ليه؟ بيقولوا ناس كبار بعض وحدها له وبيعملوها مشاريع استثمارية. ايه يعني بقى المطلوب مني انا؟ يا ابني انت راجل العيلة وبنات عمك وبنات عمتك مالهمش في المشوار ده. وانا بقى اللي راح للتربة. وهينزل معاك عبد صالح التربة وهيقول لك الرجالة فين والستات فين.